خفتش من النقطة دي، لأن أنا عارف أنا بعمل إيه. أنا بعمل عمل بيناقش قضية مهمة جدا، بيطرح قضية التجارة بالأعضاء، وبنسلط الضوء على القضية دي، بنسلط الضوء على الأهالي اللي ممكن ما يبقوش واخدين بالهم من أطفالهم إن هم ممكن يتخطفوا في ثواني. ناس تخلي بالها إن الشارع بقى موجود فيه ناس ممكن تلاقيه في الجامع، أو تلاقيه بيستغل الموضوع ده عشان يطلع يقدر يسرق ناس. الناس تخاف على أولادها جدا، ما يدوش أمان لأي حد ياخدوه بالظهر شافوه طالع من كنيسة أو طالع من جامعة أو whatever عشان ياخد صبغة دينية ويقدر يعمل بيها أي عمل إجرامي. في نفس الوقت بنسلط الضوء على الجدعانة، وإن لازم على الشاب يبقى عنده إيجابية في المواقف الحياتية اللي بنشوفها. لو أنت في أتوبيس ولقيت واحدة ست تعرضت لموقف، لازم يبقى أنت عندك تدخل، لأن كنت بتضايق لما بلاقي في بعض المواقف بتحصل في الشارع ولاقي الناس واقفة تتفرج عليهم. طبعا في ناس جدعان كتير بيتدخلوا في مواقف، لكن في نفس الوقت برضو بنقول عشان الناس التانية يبقى عندها استسلام ويقف كده يتفرج لو واحدة بتعرض للموقف مش كويس، أو راجل كبير أو مجموعة متكاترين على راجل. بنسلط الضوء إن أنت لازم يبقى عندك كده، وفي نفس الوقت بنقول إن الدولة دي دولة قانون، ولازم الناس يعني تلتزم وتتبع القانون. مشاهد الأكشن كانت كتيرة، وطبعا الأكشن بيبقى كل ما كتر عدد الناس اللي موجودين في الأكشن سين بيبقى فيه نسبة الخطورة أكتر، لأن كل حاجة بتبقى معمولة بالتايمينج مظبوط. وطبعا كان فيه أكيد إصابات، وكان فيه حاجات لأن المشاهد بتتعاد كذا مرة، وممكن الناس تسخن في النص، فممكن توقيت حاجة معينة ما تبقاش مظبوطة، لأن عشان تقدري تعملي الضرب فبيبقى إلى حد ما إيديكي قريبة من وش مثلا الشخص بنسبة كبيرة جدا، ملي بينك وبين الوش، فساعات ممكن هو يجي أقرب شوية، الواحد إيده طول سنة ما توقفيش في مكان مظبوط، فده بيؤدي طبعا إيه لإصابات في الفك وإصابات في الوجه وحاجة كده.